لأن من نقول علي، علي شنو نقول يا علي؟ نهج البلاغة كله هو كلام أمير المؤمنين في حكومته مو في البيت. اليومكم مغالطات لفهم أمير المؤمنين. لذلك عندما يدافع البعض عن الإسلام اليوم وحاكمية الإسلام، فإنه يواجه سيلاً من التهم والطعون بأنه صفوي إيراني مجوسي، وبين قوسين غير وطني. تقول إسلام، حاكمية إسلام، يعني أنت مو وطني، علماً بأن من يروج للديمقراطية مع احترامي لهم والأفكار الغربية لا يتهم بأنه أمريكي، ولا يتهم بأنه غربي، ولا يقال له أنك غير وطني. ولهذا راح البعض منا من الضعفاء بالتخلي عن الإسلام والاختباء خلف شعارات أخرى غير الإسلام، المهم ماكو إسلام، وترك الدعوة لتطبيق الإسلام، لأنه لا يمتلك الشجاعة ولا الإرادة ولا يستطيع الصمود أمام الإعلام المعادي.